السلام عليكم. ظهر أن سامسونج بدأت تعشق مصطلح الFE أو الفان أديشن، وبالعربي الصريح نسخة العشاق. الاسم وجه خير على سامسونج، ولهذا وبعد أن كان الاسم موجه للهواتف فقط، دفعت بي سامسونج لجهاز جديد ضافته سامسونج لعائلة لوحياتها الأقوى لحد الآن، وهي التابع 7 والS7 بلس، وسوتهم سامسونج 3 مثلهم مثل أجهزة S21، ضافت لهم S7 FE بمواصفات أعتبرها خليط محير ما بين أخوته الأكبر والأصغر، وبسعر محير أكثر بعد. مرحبا، أنا حسن من قناة تك تايم، وأهلا بكم في فيديو اليوم عن التاب S7 FE أو نسخة العشاق. ظلوا ياي. التاب S7 FE أصدقائي محير تماما، شوفوا مواصفاته وانتوا حكموا وكتبوا لي بالتعليقات، وياكم فد لايك سريع من يدكم الحلوة. الجهاز تصميميا مصنوع من الألمنيوم، لكن بوزن ثقيل هو 608 غرام، ما عندك مدخل 3.5 ملم، لكن عندك مدخل بطاقة ذاكرة خارجية تدعم لحد 1000 جيجا. الجهاز يدعم الكتابة بالقلم أو الأسبين الأحدث، وسامسونج ضمنته أيضا بالعلبة وببلاش. كنظام تشغيل الجهاز يشتغل بالأندرويد 11 وبواجهة سامسونج الأحدث الوان UI 3.1، وأيضا يدعم السامسونج ديكس. عفكم من التصميم وتعالوا للشاشة، لأن الشاشة جدا غريبة. TFT مقاسة 12.4 بالعشرة إنش، ترددها 60 هرتز بس، مو مثل أخوته الأكبر اللي شاشاتهم AMOLED وترددها 120 هرتز. لكن دقة الشاشة 2K Plus 1600x2560 بيكسل، وإضاءة الشاشة ممتازة 600 نتس. فالشاشة بالFE وسط تماما بتقييمي، إذا ما أقول شوية مخيبة للأمل. لكن كصوت نظام صوتي فعندك هنا أربع سماعات أيضا من AKG وتدعم الدولبي أتموس، فجودة الصوت ممتازة ومن الخط الأول. لكن الأداء والعتاد فمحير تماما إذا تقارنه بأخوته من S7 والS7 Plus. الجهاز يجي بمعالج هو السناب دراجون 750G، صح معالج حديث معماري 8 نانومتر ويدعم 5G، بطاقة رسومياته قوية هي الأدرينو 619. أداء بطاقة الرسوميات يعتبر متوسط، مو متوسط عالي بعالم الجرافيكس والألعاب، لكن ترتيب الرام والذاكرة مضحك حتى بمعايير سامسونج، وهي كالآتي 464 جيجا أو 628 جيجا، وهذه الأرقام تجاوزتها سامسونج حتى بأجهزتها الرخيصة من العام الماضي. لكن البطارية بالتابة 7FE حديدية حرفياً، 10090 ملي أمبير هي سعتها، تدعم شحن بقدرة 45 واط، لكن سامسونج بالباكيت خالت لك شحنة بقدرة 15 واط. فإذا عجبك اشتري شحنة قوية واستمتع ب 100% شحن خلال 90 دقيقة بس. أكو حركة حلوة سوتها سامسونج قلدت بيها أبل، كاميرا السلفي. صح كاميرا السلفي متواضعة قوتها 5 ميجا، لكن بزاوية واسعة ومتحركة تقدر تسوي الستيج مود مثلها مثل الآيباد برو 12.9 من أبل، وبي كاميرا السلفي تلاحق الهدف إذا تحرك شوية وتحاول أن تثبت صورته بوسط الجهاز. المشكلة بالتاب S7 FE وأخبار أنه متوقع أن ينزل خلال الأيام القليلة القادمة، وبسعر غريب هو 600 دولار. طبعا هذا السعر في أوروبا، يعني بأسواقنا راح يكون ما بين 500 و550 دولار، أو ما يعادل 750 ألف دينار عراقي إلى 800 ألف دينار. فهل يستحق جهاز التاب S7 FE هذا السعر بوجود بدائل عديدة بأسواقنا حتى من سامسونج؟ شاركوني آراءكم وتعليقاتكم أصدقائي عن التاب S7 FE، وهل تتوقعون أن يدخل أسواقنا خصوصا السوق العراقي؟ وأشوفكم بالفيديو الجاي، في أمان الله.